دكتور خالد حياك الله. الله يحييك، اهلا بك. الله لدي بعض الفاكسات لعلي ابدا بها الى ان ياتينا اتصال. هنا يقول: الجلسة بين سجدتي السهو هل يقال فيها ربي اغفر لي وارحمني كما في الجلوس بين سجدتي الصلاة؟ لأني سمعت أنه لا يقال فيها شيء. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأما قل أخينا أنه إني سمعت أنه لا يقال شيء، فهذا ليس بصحيح، لأنه ما فيه تعبد الله تعالى في الصلاة بالسكوت. الصلاة لا يشرع فيها صمت إلا للإنصات للإمام إذا كان الإمام يقرأ في الجهرية، وما ما عدا هذا فإنه ينبغي أن يكون فيها ذكر وقراءة، هذا هو الأصل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث فيه قصة معاوية بن الحكم السهمي، قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو قراءة القرآن والتسبيح والتحميد وذكر الله. فهذا يدل على أن الصلاة مناجات. ولذلك في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه، والمناجات تقتضي المحادثة والتكلم، وذلك بالدعاء والذكر. فلا يشرع في شيء من الصلاة الصمت، وإنما أركز على هذه النقطة لأن بعض الذين يصلون إذا قضى ذكرا معينا في ركوع أو في سجود أو في قراءة صلاة والإمام لم يسجد أو الإمام لم يركع أو لم ينتقل يصمت، وهذا تفويت وتضيع لما ينبغي أن يشغل به الإنسان نفسه في صلاته من ذكر الله تعالى. سجود السهو في السجود نفسه وبين السجدتين يفعل كما يفعل في السجود الذي في أصل الصلاة، لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول في الجلسة بين السجدتين من حديث ابن عباس: رب اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني وأصلحني، في روايات متعددة. المهم أنه يقول هذا الذكر أو غيره من الأذكار التي يسأل فيها ربه جل وعلا ويثني عليه خيرا، فلا يشرع السكوت ولا يشرع الصمت. هو أيضا نفس السائل عبر الفاكس يقول: هل نسجد للسهو إذا زدنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية من الصلاة الرباعية؟ نعم، زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التشهد الأول للعلماء فيها قولان. من أهل العلم من يقول إنه لا يشرع أن يصلي على النبي إلا في نهاية صلاته، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. ذهب الإمام الشافعي رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى أنه يقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، والصحيح أنه يقتصر على التشهد الذي ينتهي بأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأما الصلاة على النبي فهي تكون في آخر الصلاة. فلو أن الإمام أطال فلا بأس أن يكمل الصلاة على النبي، وإن شاء أن يعود ويكرر التحيات فهذا كله سائغ. وأما بالنسبة لو ترك ذلك هل يسجد للسهو؟ الجواب: أو هل يسجد للسهو إذا زاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لأن القاعدة أن جميع الزيادات القولية في الصلاة لا توجب سجود السهو، وإنما قد يقال باستحباب سجود السهو فيما إذا زاد قولا، لعموم ما في صحيح الإمام مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل سهو سجدتان، وهذا يشمل جميع السهو، سواء سجدتان واجبة فيما إذا ترك واجبا أو تكون مستحبة فيما إذا ترك مستحبا، وكذلك إذا سهى بزيادة ما ليس في محله، كان يقرأ الفاتحة في التشهد أو يقرأ التشهد حال القيام كما يحصل في حال السهو. فهنا نقول إذا قرأت الفاتحة في التشهد زيادة ثم تنبهت وأتيت بالتشهد فقد زدت قراءة الفاتحة. هنا لو سجدت السهو فهذا يستحب لكنه لا يجب، بمعنى لو لم يسجد لما نقص ذلك في صلاته، لأن القاعدة أن الزيادة القولية في الصلاة لا توجب سجود السهو، وإنما يستحب سجود السهو لذلك. والله أعلم.